السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لعلنا نستمر في نشر المزيد من الفيديوهات إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد. من قناة عصافير جنة الأطفال نقدم لكم فضل عشر من ذي الحجة. فضل عشر من ذي الحج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. صححه الألباني صحيح الجامع. أيام العشر أي العشر الأول من ذي الحج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. رواه مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القرن. رواه أبو داود وصححه الألباني. يوم النحر هو العشر من ذي الحجة، ويوم القرن 11 من ذي الحجة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر أضحى. حسنه الألباني. عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاث أيام من كل شهر أول 2 من الشهر والخميس. رواه أبو داود وصححه الألباني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة. صححه الألباني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. صححه الألباني. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. صححه الألباني. اللهم اعتق رقابنا من النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة. صححه الألباني. فضل عشر ذي الحجة. قال ابن رجب: فمن عجز عن الحج في عام قدر في العشر على عمل في بيته يكون أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج. أيهما أفضل، العشر أول من رمضان، العشر أواخر من رمضان، أم عشر ذي الحجة؟ عشر أواخر من رمضان أفضل من جهة الليل، لأن فيها ليلة القدر وهي أفضل الليالي. والعشر أول من ذي الحجة أفضل فيها من جهة النهار، لأن فيها يوم عرفة وفيها يوم النحر، هم أفضل أيام الدنيا. وهذا هو المعتمد عند المحققين من أهل العلم. والله المستعان. ابن باز. فضل العشر من ذي الحجة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. رواه أحمد.